لا زال انتهاك السيادة العراقية من قبل يعني الاحتلال الأمريكي مستمر، وأمام مرأى ومسمع الحكومة وكل المدعين بالوطنية وكل المدعين يعني التزامهم بحماية الدستور وحماية هذا البلد وكل المدعين بالمقاومة. بالحقيقة يعني هذا الأمر، أيضا هنالك صمت حكومي إزاء هذه الاعتداءات، مما يثير الشك على أن الحكومة متواطئة مع قوات الاحتلال، وهنالك اتفاق على قصف هذه المواقع، ولا نعرف يعني الرواية الرسمية دكتور. لحد هل الآن. نستطيع القول أنه المعركة تحولت في بغداد؟ بالفعل هم الآن يثبتون على أن يعني كل المواقع لا يمكن أن يستثنى أي موقع مهما كان حساس، بما فيها العاصمة بغداد اللي هي تنعم بشيء نسبي من الاستقرار والأمان. لذلك يعني هذا يعيدنا إلى الأيام الأولى في حادثة المطار اللي هي انتهاك سافر للسيادة العراقية أيضا، يعني وفي نفس هذه الأجواء وفي نفس هذه الأيام. لا نعرف يعني هل هنالك بلد ذو سيادة أم أن هنالك اتفاقات تحت الطاولة ما بين الحكومة وقوات الاحتلال، وخلنا نسميهم هم قالوا عنهم مستشارين، لكن الآن يتضح أنهم مو مستشارين، بالعكس هم ناس قوات قتالية قادرة على أن تهاجم في أي وقت وفي أي لحظة تشاء.